اهلا وسهلا. اليوم ان شاء الله حاسوي معاكم كلاسيك بانكيك. يعني على قد ما هذه الوصفة سهلة على قد ما هي مرة لذيذة، وتعتمد بس على نقاط بسيطة حقول لكم عليها، وكل مرة حتسوي بانكيك حيطلع معاكم رهيب. المكونات اللي نحتاجها يفضل كلها تكون في حرارة الغرفة. عندي دقيق، زبدة ندوبها ونستناها تبرد، يعني نستخدمها ما نستخدمها وهي حارة، سكر، بيض ولبن. لبن مو حليب، لانه كل مره اسوي هذه الوصفه لازم يجيني هذا السؤال، لبن ولا حليب؟ انا دائما في الكيك وفي البانكيك افضل استخدم لبن. ليش؟ لانه اللبن يتفاعل مع البيكنج سودا ويعطي قوام افضل دائما للكيك وللبانكيك. لو ما عندكم لبن تقدروا تستبدلوه بنفس الكميه حليب، انا بستخدم كوب لبن، تستبدلوه بكوب حليب وتخلطوا معاه ملعقه صغيره خل ابيض وتتركوه على جنب تقريبا 5 دقائق وتستخدموه. عندي بيكنج سودا، بيكنج باودر، ملح وفانيلا، ويلا خلينا نبدا. طيب في البدايه حاضيف البيكنج باودر والبيكنج سودا والملح للدقيق ونقلبهم كويس مع بعض. هذه المكونات الجافه، وبعد كده نضيف المكونات السائله في وعاء ثاني. حضيف البيض، حضيف اللبن، السكر والزبدة، وحضيف عليهم الفانيلا. قلبهم كويس مع بعض. حأضيف المكونات الجافة على السائلة. دحين نقلب بالسباتشولا، يعني أسهل اي ملعقه عندكم سيليكون او خشب، وبس نقلب الين يختفي الدقيق. حتى لو كان في كتل في الخليط لا تقلبوا زياده، لانه الكتل هذه اللي في خليط البانكيك هي اللي تخليه فلافي، فلو قلبتوا زياده عن اللزوم عشان تبوا تفككوا هذه الكتل ما حيطلع معاكم فلافي. اول ما اشوف خلاص ما في دقيق ناشف زي كده، بس اخذ من الاطراف اتاكد انه ما في دقيق تحت، خلاص كده اوقف خلط. شايفين الخليط فيه كتل بس ما حقلب زيادة. هأسخن مقلاية على أقل درجة حرارة، هذه كمان نقطة مهمة، المقلاية ما تكون مرة حارة عشان لا يتحمر عندكم البانكيك من برا ومن جوا لسه ما انطبخ. فنسخن المقلاية على أقل درجة حرارة. فضل تستخدموا مقلاية تكون مانعة للالتصاق عشان ما يلصق فيها البانكيك وما يحتاج أصلا تضيفوا زبدة. ولما تسخن المقلاية، يعني دحين كنت صار لها دقيقتين ثلاثة، لما تسخن بحيث انكم تقربوا يدكم تحسوا بشوية حرارة، نبدأ نضيف من خليط البانكيك باستخدام الايس كريم سكوب. شايفين الخليط كيف تقيل؟ وهذه الفراغات اللي فيه بسبب تفاعل البيكنج سودا مع اللبن، هذه الفراغات اللي هنا. ومتى نقلب البانكيك؟ لما تبدأ تظهر فقاعات زي كده، يمكن مو مرة واضح زي كذا، تظهر فقاعات بطرف السباتشولا اللي انتو بتستخدموها، بس اتأكدوا انها خلاص هي تحمرت. شايفين هذه الفقاعات اللي قاعد اتكلم عنها؟ نقلبها وخلاص كده البانكيك صار جاهز. حانقله دحين هنا على شبكة تبريد عشان يبرد، عشان ما يعجن معاكم، يفضل انه تخلوه يبرد هنا على بال ما نخلص كل الكمية. بالنسبة للنار يعني تكون خفيفة إلى وسط، عرفتوا في النص، وإذا كان فرنكم كهرباء على درجة حرارة 3، بس أهم حاجة إنه تخلوا المقلاية تسخن قبل ما تضيفوا من خليط البانكيك. أحتاج أتكلم وأقول لكم البانكيك قد إيش رهيب، مرة هش. وأنا كده مرة أحب البانكيك، ما أحب اللي يكون نحيف، لا هذا بالنسبة لي ماي فيفرت. شايفين الفراغات اللي جوا؟ رهيب. شايفين الفراغات اللي جوا؟ أنا أحب كده البانكيك يكون سميك ومن جوا في فراغات، مرة لذيذ.